الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. جامعة أفريقيا للعلوم الإنسانية والتطبيقية بطرابلس، قسم القانون، مقرر مصطلحات قانونية 1، رمز المقرر الـ W218، الأستاذ المحاضر علي حنيش. بين الشخصية، أستاذ محاضر سابق في جامعة الحاضرة، أستاذ محاضر سابقا في جامعة المعالي، أستاذ محاضر حالي في جامعة أفريقيا للعلوم الإنسانية والتطبيقية والمؤهلات العلمية، ليسانس الشريعة والقانون من الجامعة الأسمرية للعلوم الشرعية، سنة تخرج 2012، ماجستير في الشريعة والقانون من جامعة الزاوية، سنة الحصول عليها سنة 2017. ما طبعا بطبيعة الحال ما هذه المحاضرات إلا التعليم عن بعد، فالاستفسار والتواصل يرجى الدخول إلى المنصة الإلكترونية وإرسال رسائل البريد الإلكتروني للاستفسار بالخصوص. طبعا هي المحاضرة السابعة في مادة مصطلحات قانونية 1، نتكلم فيها على مصطلحات قانونية عامة. نبتدئ في بداية هذه المحاضرة بسم الله الرحمن الرحيم. مصطلحات قانونية عامة، يعني نذكر في مجملها في هذه المحاضرة والتي تليها المصطلحات القانونية عامة، وهي التي قد يتعرض لها طلبة القانون بشكل عام، حيث أن يعني عند معرفتهم ودراستهم هذه المصطلحات يسهل عليهم استعمال هذه المصطلحات في مختلف المجالات، بحيث تكون شاملة لمعظم أو مجمل فروع القانون إن شاء الله. عندنا أوراق تجارية، أوراق تجارية منها اللي هي تسمى باللغة الإنجليزية commercial papers، commercial papers، commercial papers. مثلا commercial ديما شيء تجاري، نقول commercial proposal اللي هو مثلا عرض تجاري أو عرض يعني مو سعر، حاجة ديما خاصة بالأسعار أو كذا. كوميرشال هو ديما تجاري، خاص بشيء معين بالتجارة. فكوميرشال سي أو دبل إم إي آر سي آي إي إل، بيبرز بي أي بي إي آر إس، بيبرز أوراق، كوميرشال تجاري أو تجارية. فزي ما نقول مثلا زي شنو أوراق تجارية؟ زي السند الإذني والكمبيالة والصك، الصك هذا باعتباره أو شيك، يعني ورقة تجارية تستعمل غالبا في كوسيلة للوفاء. فمثلا أيضا قد تستعمل أيضا الوسيلة يعني وسيلة الدفع، زي ما نقول بين المصرف وزبونه. وأيضا زبونه الشخص سواء كان طبيعي أو اعتباري قد يستعمل الصك وسيلة الوفاء لصالح شخص آخر. لما زي ما نقول مثلا في وضعنا الحالي، يجي واحد بيشري بالشيك، فتستعمل وسيلة للوفاء باعتبارها إن هي ورقة تجارية، فيقدر يوفي للشخص الآخر صاحب الالتزام بهذه الورقة اللي هي ورقة تجارية. أيضا عندنا الكمبيالة، الكمبيالة باعتبارها إن هي يعني ورقة تجارية، يعني ذات بيانات خاصة، بحيث أن هو طرفها يتفق على بياناتها بما ما يتماشى مع طبيعة أو كمية أو مبلغ المالي يعني المراد الدراجة في هذه الكمبيالة، بحيث يتم دفعها على أقساط. أيضا عندنا مثلا السند الإذني، وهو السند الإذني يعني يشبه في حد ذاته الصك، بحيث أنه هو يمكن المستفيد منه بالاستفادة أو حامله من الاستفادة من قيمته المالية، بحيث أنه هو يدفع لصاحب هذا السند الإذني قيمة مبلغ معين عند حصول الوفاء أو
وقت الوفاة. أيضا عندنا courts procedures. courts procedures إجراءات المحاكم، زي شنو؟ مثلا التسجيل لدى خادم الكتاب، الإخطار أو مثلا انعقاد الجلسات، سماع الشهود، انتظار لحلف اليمين، انتظار لجمع الأدلة، الانتظار إلى حين أخذ المشورة بين مستشارين المحكمة أو غير ذلك. هذه تسمى كلها courts procedures، اللي هي إجراءات المحاكم غالبا وهي التي تتبع أثناء سير الأعمال الطبيعية المنوطة في المحاكم. فتسمى courts procedures، courts اللي هي محاكم، procedures الإجراءات. ف courts، courts C-O-U-R-T-S procedures، procedures P-O-P-R-O-C-E-D-U-R-E-S procedures، 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 court administration إدارة المحكمة. مثلا عندنا إدارة المحكمة، بحيث أن المحكمة عبارة عن هرم قضائي تبدأ من أعلاها في رئيس المحكمة ومستشاريه إلى أدنى مستوى أو أول مستوى في إدارة المحكمة. فنتكلم ونقول هنا إدارة المحكمة تسمى هنا ب Court Administration. ف Court C-O-U-R-T Administration، Administration اللي هي إدارة، Administration A-D-M-I-N I S T R A T I O N administration، 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 administration اللي هي إدارة المحكمة. consultant اللي هو استشاري، consultant لما نقوله شيء معين هذا يسمى consultant، اللي هو اللي هو الاستشاري، زي ما يقولوا طبيب فلان استشاري في مثلا مثلا في جراحة، في الجراحة، زي ما يقولوا مثلا زهير is a consultant in surgery. زهير يعني استشاري في الجراحة. فتسمى هنا الاستشاري يعني بشيء معين، consultant، consultant C-O-N-S-U-L-T-A-N-T consultant، consultant. أيضا عندنا scope of work، scope of work، scope of work، scope of work مجال العمل أو إطار الأعمال، يعني المراد القيام بها. مثلا هذه مثلا عندنا مشروع معين يدير مثلا وزارة الإسكان والمرافق أو وزارة الصحة أو غير ذلك، أي جهة كانت، فعندها سكوب فور اللي هي الأطار الأعمال التي تخدم يعني الأعمال المحددة للمنصة أو القيام المراد القيام بها. سكوب فور، سكوب فور S C O P E of work، O F work، W O R K scope of work. هذا عندنا ريسكيدجول، ريسكيدجول اللي هي إعادة الجدولة، بحيث أنه هو المقصود بها إعادة الجدولة وإعادة تنظيم الجدول أو الوقت الزمني أو الجدول الزمني أو الوقت في الخاص بشيء معين. لازم نقول إعادة جدولة أعمال المحكمة، نقول
إدارة المحكمة قررت إعادة جدولة أعمالها. Court administration decided to reschedule its works. أيضا عندنا reschedule. R-E-S-C-H-E-D-U-L-E reschedule. أيضا عندنا كلمة أخرى اللي هي legal research اللي هي البحث القانوني. legal research اللي هي تسمى البحث القانوني. L-E-G-A-L research. R-E-S-E-A-R-C-H legal research. legal research. legal research. L-E-G-A-L research. R-E-S-E-A-R-C-H legal research. أيضا عندنا كلمة أهداف فرعية وهي متسمى باللغة الإنجليزية sub objectives اللي هي أهداف فرعية. أهداف فرعية زي ما نقول مثلا بخلاف يعني الأهداف الأصلية وهي تسمى objectives اللي هي الأهداف. زي مثلا عندنا الهدف الأصلي من التعليم تعليم القرآن الكريم وهي اكتساب الأجر و انتشار يعني تعليم القرآن الكريم، وهدف فرعي وهو مثلا يعني تعليم القراءة والكتابة، أو أيضا مثلا عند قيام بمشروع معين مثلا فتح دكان أو ماركت ولا أي شيء آخر، فالغاية والغرض منه أنه هو تحقيق ربح مادي. هذا بشكل أساسي، وأيضا بالإضافة إلى تحقيق مثلا أو كسب سمعة معينة في هذا المجال، فكلاهما تسمى أيضا مكسب يعني أو أهداف sub objectives اللي هي تسمى أهداف فرعية sub objectives SUBJECTIVS sub objectives تسمى الأهداف الفرعية. أيضا priorities اللي هي الأولويات، زي ما نقول مثلا شنو priorities. My priority is to succeed in my study, then I have to get a suitable work. من أولوياتي أن نكمل أني ننجح في دراستي وبعدين ومن ثم الحصول على الوظيفة المناسبة. priorities هي تسمى الأولويات. فالأولويات تسمى priorities وهي يعني ما ولها الأولوية أو الحقية دون غيرها. priorities P-R-I-O-R-I-T-I-A-S priorities. أيضا عندنا revenues. فعندنا هنا revenues اللي هي الإيرادات. revenues يعني إيرادات مثلا شيء معين، زي نقول إيرادات المحل أو إيرادات مثلا النشاط أو إيرادات أو أي شيء يتعلق به شيء أو إيرادات تتعلق بأي شيء معين. فبنقول هنا revenues this work has lots of revenues. هذا العمل أو النشاط يحقق الكثير من الإيرادات أو لديه كثير من الإيرادات. revenues R-E-V-E-N-U-E-S revenues. أيضا عندنا trade customs اللي هي تقاليد جمرك تجارية،
زي ما نقول مثلا الاسم التجاري يعني الدعاية أو الإعلان وغير ذلك، تسمى بالتقاليد الجمركية أو التقاليد التجارية عفوا trade customers trade customers trade customers trade 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 T R A D E customers 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 C U S T O M S customers 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 trade customers هذا عندنا تقرير تسمى report 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 يعني تقريب الحالة أو شرح الحالة المفصلة يعني يعني شخص لما تصير أي موضوع مثلا أو أنه مثلا يمشي مثلا بيفتتح جلسات علاجية عند الطبيب شيء معين أو بيدير تقرير عن حالة معينة أي إصابات أو مثلا عن أي حادث معين أو أي شيء معين، فبالتالي لابد أن فيه تسمى ريبورت تقرير بحيث أنه يعطي صورة موضحة عن الحالة المواجهة له، تسمى ريبورت ريبورت تقرير ريبورت R E P O R T ريبورت 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 أيضا عندنا assisting agencies assisting agencies assisting agency assisting agency assisting agency A double S I S T I N G agencies agency A G E E N C I E S agencies agencies A G E N C I E S agencies أيضا عندنا case load case load اللي هو حجم القضايا، فالcase load اللي هو يعني يعني مصطلح يعبر عن الكم أو الشيء الفعلي أو الكمي عن حجم القضايا الموجودة في عن محكمة معينة أو جهاز قضائي معين. case load case load case load C A S E L O A D case load case load this court has lots of case load المحكمة هذه لها حجم قضايا كبير جدا. إذا عندنا storage 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 يعني خزانة بحيث أن هي غالبا تستعمل في خزانة لحفظ ملفات والأرشيف المتعلق مثلا بالقضايا والوثائق الخاصة بالمحكمة أو غير ذلك، تسمى storage 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 S T O R A G E. هذا عندنا chief or justice Chief Justice اللي هو رئيس المحكمة Chief Justice هو رئيس المحكمة Chief Justice Chief Justice Chief C H I E F Justice J U S T I C E سندات Securities سندات أو سندات الخاصة بشيء معين Securities اللي هو السندات أو Documents اللي هي الوثائق الخاصة بشيء معين تسمى سندات، زي ما نقول مثلا سندات ملكية زي ما نقول مثلا securities of ownership سندات الملكية زي مثلا
شهادة البيع والشراء، عقد البيع والشراء، تسجيل السجل العقاري اللي هو يعني المتابعة الأمريكية أو غير ذلك. فهذه السوق كلها تسمى سندات. أيضا من ضمن هذه الأوراق التجارية أيضا سكيورتيز، يعني لما نجون نتكلم عليها نقوله سكيورتيز، S E C U R I T I E S سكيورتيز 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 سندات. أيضا عندنا الشيرز اللي هما الأسهم، شيرز 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 اللي هو أسهم، أو أسهم يعني اللي نقوله شير هولدنجز، يعني شركة مساهمة، شير هولدنج كومباني شركة مساهمة. شير هولدنج كومباني تسمى شركة مساهمة، لكن نقول شيرز أسهم، نقول مثلا بأسهم البورصة أو غير ذلك، لكن هنا شيرز بتسمى أسهم، أسهم يعني شيء بالنسبة للأسهم تسمى أو تلفظ من ألفاظ القانون التجاري المتعلق بالمعاملات المالية. شيرز أو مثلا يساهم، هي شيرز إن تشاريتي، هو يساهم في الصدقة مثلا. شيرز إن جود وورك، هو يساهم في عمل جيد. شيرز S H A R E S شيرز شيرز شيرز. عندنا بونز 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 هي صكوك، أيضا عن صكوك أو زي ما نقول مثلا الخطابات يعني مالية، بونز اللي هي صكوك، بي أو إن دي إس بونز اللي هي الصكوك. فلما نجي نتكلموا على الصكوك بحد ذاتها أو البوند تعتبر أحد أو يعني أوراق التجارية، يعني اللي هي يعني أداة من أدوات الوفاء. أيضا عندنا جادي كالير، يعني السنة القضائية، السنة القضائية هنا خاصة مثلا مثلا بالتقادم، بحسبان التقادم، بحسبان حسبان مثلا الفترة بين مثلا بين من صدور الحكم إلى تنفيذه، أيضا من مثلا يعني بحساب يعني فترة القضاء أو الحكم، فتسمى بالسنة القضائية، يعني بحيث نكون سنة شمسية كاملة، فهنا تسمى جوديكال يير جوديكال يير جوديكال يير جوديكال يير جي يو دي اي سي اي اي ال جوديكال يير واي اي اي ار جوديكال يير جوديكال يير. رول اوف لو رول اوف لو رول اوف لو رول اوف لو المفروض عفوا هي ار يو مش ار يو، هي تسمى المفروض ان هي تكتب ار او ال اي، عفوا هو خطا مطبعي، ولكن رول هنا تسمى قاعده قانونيه، رول اوف لو هي قاعده قانونيه، لكن هي المقصود بها هنا سياده القانون اللي هي رول اوف لو رول اوف لو ار او ال اي of of law l a w تسمى رول اوف لو اللي هي سيادة القانون. أيضا عندنا reconciliation اللي هي الصلح بين مثلا بين الخصوم، يعني عند إقامة دعوة معينة يلجأ أحد الطرف إلى
اقتراح الصلح، وبالتالي reconciliation هي يعني المقصود بها ان ال يعني ال ال يعني يعني reconciliation المقصود بها الصلح هو اسقاط الالتزامات بين الطرفين والمطالبات فيما بينهم. يعني زي مثلا نسمو نقول مثلا they choose the reconciliation as a good solution for in their argument. يعني هم اختاروا الصلح يعني كحل جيد في يعني في حوارهم او يعني يعني في يعني يعني في الاخذ والعطاء بتاعهم. يعني لما نقول ان هم argument ان هم يتناقشوا او يتجادلوا حول شيء معين، فبالتالي ان هم يعني 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 اختار ان يكون الصلح هو الحل الانسب فيما بيناتهم. reconciliation R E C O N C I L I A T I O N reconciliation reconciliation اللي هي الصلح. ايضا عندنا R E C O N C I L I A T I O N reconciliation اللي هي تسمى الصلح. reconciliation ايضا عندنا codification اللي هو الصياغة، الصياغة يعني الخاصة بشيء معين زي مثلا صياغة الدستور اللي هي codification of the مثلا مثلا constitution اللي هو صياغة الدستور codification 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 اللي هي الصياغة اللي هي codification 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 ايضا عندنا experience judges experience judges اللي هم القضاة المتمرسين، يعني اللي هم ليهم فترة يشتغلوا في مكان معين، وبالتالي ان هم ياخدوا يعني خبرة معينة اثناء يعني ممارسة اعمالهم، بالتالي ان هم يصبح يعني يعني مباشرة لحقوقهم او لاعمالهم من السهل القيام بها. experience judges experience 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 e x p e r i e n c e judges j u d g e s judges كمبيالة أو ضمان تسمى guarantee. guarantee مثلا خطاب ضمان يديروا فيه بين الشركات أو بين ال يعني أو بين ال يعني ال يعني الجهات التي تشتغل إحداهما لصالح أخرى، وبالتالي أعمالها أو لضمان شيء معين، وبالتالي إن هم يستعملوا في الجارانتيز كضمان لشيء معين. فجارانتي جارانتي 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 guarantee 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 اللي هو خطاب ضماني. فمقصود بالخطاب الضماني هو يعني يعني شيء أو ورقة رسمية معتمدة ككمبيالة أو ضمان يعني صادر مصرف ومعتمد لنظير مبلغ مالي معين أو مقدر بمبلغ مالي معين.
فغارنتي انها يعني سبيلينغها GURANTEE غارنتي 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 legal status legal status legal status اللي هو الوضع القانوني، زي ما نقول وضع الشركة القانوني شنو، أو وضع مثلا المؤسسة هذه شنو، أو وضع الماركت هذا شنو، أو وضع مثلا الجسم هذا شنو بالضبط، أي كان نوعه. فالوضع القانوني الخاص بالشيء هذا، وضع الدولة بشكل عام مثلا كشيء بشكل يعني كشيء قانوني، شو نقوله legal status، الوضع القانوني شنو، زي مثلا حتى الوضع حتى للأفراد بغض النظر عن الجهات العامة، فبيقولوا الوضع القانوني guarantee guarantee أو عفوا legal status legal status status اللي هو الوضع القانوني legal L E G A L status S T A T U S and cleric 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 اللي هو أمين السر أو الكاتب أو أمين السر. ف ف cleric هنا تسمى أمين السر أو سكرتري بشكل عام يعني، لكن نقول هنا كليرك يعني يعني أمين السر أو الكاتب بالجلسة يعني، لما نقول كليرك يعني خاص بالجلسة، لما نقول مثلا سكرتري هذا يعني أمين السر خاص بوظيفة أو مكتب معين، فكليرك أمين سر خاص بالجلسات، فتسمى كليرك 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 كاتب الجلسة. CLERK cleric 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 alternative title 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 AL TER NATIVE title TITLA اسم بديل للدعوة، يعني زي ما نقول alternative title يعني اسم بديل أو عنوان بديل لشيء معين، زي ما نقول مثلا الدعوة كان اسمها كذا فمثلا غيروها لاسم ثاني، مثلا اللي كان مثلا الدعوة الحضانة أو أصبحت دعوة حضانة ونفقة. فاسم بديل للدعوة alternative title alternative title. أيضا عندنا ال case date اللي هو تاريخ إقامة الدعوة، فلما نقول تاريخ إقامة الدعوة فاليوم الذي رفعت فيه هذه الدعوة، فتسمى نقول احنا his case date was in 2019 at 3rd of October. هو كان يعني تاريخ إقامة الدعوة كان في 2019 3 أكتوبر، اللي هو 3/10. ف case date اللي هو تاريخ إقامة الدعوة case date، كلمة سهلة case date كيس كيس دعوة كيس ديت اللي هو تاريخ إقامة الدعوة. CASE ديت DATE تاريخ إقامة الدعوة، أو كيس appointment اللي هو تاريخ إقامة الدعوة كيس ديت. أيضا عندنا ال new circuit new circuit new circuit اللي هو الدائرة
المحال إليها، يعني الدائرة مثلا حال من الدائرة العمالية الأولى إلى الدائرة العمالية الثانية، أو مثلا من دائرة مدني إلى دائرة اختصاص مثلا الإداري. ف new circuit and previous circuit اللي هو الدائرة المحال إليها والدائرة المحال منها، فالدائرة المحال منها بينتقل إلى الدائرة المحال إليها. طبعا بطبيعة الحال لأن هي قد يعني لأن هو بينتقل من إلى، فبيبدأ من previous circuit اللي هي الدائرة المحال منها إلى new circuit اللي هي الدائرة المحال إليها. new circuit new circuit new circuit n e w circuit s اللي هو عفوا c i r c u i t previous 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 circuit P R E V I O U S circuit C I R C U I T judgment judgment decision اللي هو الحكم القضائي، حكم القضائي اللي هو مثلا judgment decision. ده شو نقول مثلا على سبيل المثال نقول ده judgment decision is capital punishment because of his murder. حكم القضائي كان ليه الإعدام، لأن ليش يعني لأنه هو كان القاتل. Judgment decision was a capital punishment because of his murder. يعني حكم القضائي كان الإعدام أو العقوبة الكبرى لأن بناء عليه أو يعني بسبب الـ يعني جرائمه، جرائم القتل التي ارتكبها. فنقول هنا judgment decision المقصود يعني اللي هي judgment decision اللي هو الحكم القضائي. ف judgment decision judgment decision J U D J M E N T decision D E C I S I O N decision decision judgment decision judgment decision. أيضا عندنا ملف مكان ملف الدعوة يسمى file location، وين الدعوة مرفوعة مثلا في محكمة استئناف طرابلس، محكمة استئناف بصراتة، محكمة استئناف الزاوية ولا غير ذلك. فمحكمة الاستئناف يعني أو ملف أو محكمة ابتدائية أو محكمة مثلا جزئية أو غير، يعني محكمة شمال طرابلس ابتدائية أو محكمة شرق طرابلس ابتدائية، محكمة غرب طرابلس، جنوب طرابلس أو غير ذلك. فمكان ملف الدعوة يسمى file location. مثلا نقول على سبيل المثال file location is in northern first instance court in Tripoli. مكان ملف الدعوة اللي هو شمال طرابلس الابتدائية في طرابلس. فتسمى file location file F I L A location L O C A T I O N file location file location file location file location file location. أيضا عندنا jurisdiction 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 اللي هو اختصاص القضاء، اختصاص القضاء مثلا القانون المدني أو القانون الإداري أو القانون الجنائي أو غير ذلك. مثلا الواحد يعني يتبع
أو يشتغل في مرافق القانون، مرافق الدولة العامة، فتسمى هنا الاختصاص القضائي jurisdiction. فشو نقوله مثلا administrative law، أو مثلا نقوله this case is under administrative law jurisdiction or administration. مثلا نقوله this case is under jurisdiction of administration law، اللي هو هذه يعني القضية تخضع أو تكون تحت اختصاص قضائي للقانون الإداري، ف jurisdiction اللي هو اختصاص قضائي شيء معين. بخلاف أيضا نقوله this case is under jurisdiction of civil law، هذه القضية من اختصاص القانون المدني. فهذه هي jurisdiction jurisdiction. هذا عند appeal اللي هي مثلا نقول appealing court اللي هو الاستئناف، محكمة الاستئناف appealing court appeal 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 appeal. فسمى استئناف a p double b عفوا e a l. this is appealable case، هذه قضية جائزة الاستئناف. مثلا نقول قضية جائزة الاستئناف معناها يمكن أنه يستأنف فيها، أو يعني يطالب ب يتنفس الحكم مش لصالحه، يقدر أنه يستأنف فيها وبالتالي ينتقل الحكم أو تنتقل المسألة إلى أو تنتقل ينتقل الملف إلى درجة أعلى منه. فأيضا عندنا investment اللي هو الاستثمار. المقصود به الانفستمنت اللي هو الاستثمار، بحيث انه هو المقصود به مثلا يعني الاستثمار و يعني استغلال الموارد. لما نقوله investment is a good thing، he invest his money in trade، يعني هو يستثمر أمواله في التجارة أو ماله في التجارة. فنقوله investment 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 exportation اللي هو الاستيراد. لما نقوله exportation عفوا هنا صار فيه خطأ في الطباعة، تسمى export اللي هو تصدير، import استيراد. عفوا لابد يعني نصلحوا المسألة في أو نصلحوا النطق أو الكتابة في هذه الحالة، بالتالي نقوله exportation اللي هو التصدير والimportation اللي هو الاستيراد. export اللي هو تصدير، exportation والimportation. لما نقول احنا دولة مصدرة مثلا مثلا للغاز الطبيعي، نقول ليبيا country is يعني مثلا Libyan country exports natural gas، يعني مصدرة الغاز الطبيعي. فأرجو يعني تتعدل الترجمة، في التالي تصبح كلمة exportation اللي هي تصدير و importation اللي هي استيراد. أيضا زي ما نقول مثلا نقولوا ليبيا has lots of ports and its cost for importation،
يعني ليبيا لديها العديد من الموانئ في طول الساحل لغرض الاستيراد، فتسمى هنا كلمة export and import التصدير والاستيراد، exportation اللي هو التصدير exportation E X P O R T A T I O N importation I M P O R T A T I O N importation importation importation. أيضا عندنا partition 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 اللي هو تجزئة، لما نقوله part اللي هو جزء، لما نقول partition هنا أصبحت تجزئة، زي ما نقول مثلا where's that file، نقوله اللي هو where's that file، وين ملف الدعوة، نقوله it's in that partition or this partition في التجزئة أو في الجزء هذا، يعني باعتبار الجزء هذا خاص مثلا بهذا النوع من أنواع الدعاوي أو القضايا. أيضا عندما نقوله requiring consideration اللي هو إعادة الالتماس، إعادة النظر في شيء ما، يعني لما يصدر حكم من قاضي في شيء معين يطلب أحد الخصوم أو أحد الأطراف إعادة طلب أو التماس إعادة النظر مثلا في الأدلة أو في شيء معين لغرض ال يعني التحقق من البيانات المرفقة، فهذه تسمى ب requiring consideration. رأيك requiring consideration requiring requiring R E Q U I R I N G requiring consideration C O N S I D E R A T I O N consideration requiring consideration requiring consideration requiring consideration اللي هو التماس إعادة النظر في شيء معين. طبعا عندنا حاجز قضائي تسمى custody custody custody، لما نقصد به الحجز قضائي custody يعني مثلا المحكمة تحجز مال معين لغرض مثلا مثلا يعني مثلا ل مثلا للوفاء بشيء بمبلغ مالي او بناء على طلب احد الافراد او الجهات الاخرى، فبنقول هنا custody اللي هو الحجز القضائي، زي ما نقولوا this that house or that house is under custody، المنزل ذلك المنزل يعني تحت الحجز القضائي. ليش؟ باعتبار أن ذلك المنزل يعني باعتبار أنه هو محجوز عليه بسبب الخصومة أو كونه أنه هو يعني رفعت قضية لأجله أو أنه هو بناء على طلب أحد الأطراف إلى سحين استيفاء الحق. أيضا عندنا جرانج رينت جرانج رينت، طبعا كلمتين مفصولات، جرانج رينت اللي هو الحكر، يعني مبدأ شيء حكر على شيء معين أو شخص عنده حكر في شيء معين، زي نقول مثلا واحد عنده يعني ما فيش اللي هو عنده مثلا الحرفة هذه أو ولا الأداة هذه أو الأدوات هذه، فتسمى جرانج رينت جي آر يو إن جي رينت آر إي إن تي جرانج رينت جرانج رنت اوكيوبيشن 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 اللي هو ال اوكيوبيشن اللي هو ال الحيازة. الحيازة تعتبر مصدر ملكية، تسمى زي ما نقول مثلا occupation is a resource of ownership،
الحيازة مصدر من مصادر الملكية. Occupation is one of the resources of ownership. الحيازة سبب من واحد من أسباب الملكية. Occupation. O double S U P A T I O N. Occupation. 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 Customs. The customs duties. Customs duties. Customs duties. اللي هي رسوم جمركية. فبالتالي أن الرسوم الجمركية يعني تؤدى يعني لغاية أو غرض يعني يعني باعتبار أن الجمركية سبب يعني نوع من أنواع الجباية، بالتالي أنه هو يحقق مصلحة معينة للدولة، فتسمى customs duties. C U S T O M S duties. D U T I E S duties. أن subject matter courts اللي هي محكمة الموضوع، ف سمى محكمة الموضوع اللي هي subject matter courts. زي ما نقول مثلا supreme court courts is the matter is مثلا نقولوا subject matter court that one is supreme court، محكمة الموضوع في هذا الشأن المحكمة العليا. subject matter court. subject matter court. S U B G E C T عند matter M A double T E R court اللي هي C O U R T. أيضا عندنا property اللي هي الملكية or ownership، تقدر تقول property or ownership. زي ما نقول this laptop is one of my property، هذا اللابتوب أحد أملاكي، والكمبيوتر المحمول هذا أحد أملاكي. property P R O P E R T Y property. property cassation اللي هي النقض. this cassation cassation C A double S A T I O N cassation. cassation general system. general system general system هو النظام العام. general system G E N E R A L general system. system S Y S T M T E M. طب شرعي يسمى forensic science. forensic science F O R E N S I C science S C I E N C E science. forensic science. forensic science. case management اللي هي إدارة الدعوة، سمى يعني case management. case management C A S E management M A N A G E M E N T إدارة الدعوة. أيضا عندنا even results هي إجراءات تنفيذ آخر جلسة. even results E V N result R E S U L T S even results. even results أيضا عندنا event type. event type event type event type طبيعة الإجراءات الدالة على شيء ما تسمى event type. E V E N T type. type T I P E event type natural person أيضا natural person or judicial person. natural person هو شخص طبيعي، judicial person اللي هو الشخص الاعتباري. natural person natural N A T U R A L
person person judicial person judicial person person اللي هو الشخص الاعتباري. ايضا عندنا age of case اللي هو زمن تداول الدعوة، لما يعني نقول دعوة في اللي قلت 10 سنين في اللي سنتين او اقل في اللي سنة في اللي شهر او اقل. age of the case was 1 year and a half سنة ونصف. the age of that case was 1 year and a half يعني زمن تداول تلك الدعوة كان سنة ونصف. age of case a age a g e of case o F C A S A. أيضا عندنا الدعاوى المرتبطة، كما نقول دعاوى مرتبطة ببعض البعض، هذه دعوة مرتبطة بأخرى أو إحداهما يعني لها علاقة بثانيها. Associated cases associated cases associated cases associated cases A S O C I A T E D cases CASES. شكرا لاستماعكم.